ترى تقول هذا زين في مقطع جديد في 13 زي ما تشايفين كان عاد الشروحات كيف تسوي منتخب كوريا. طيب الطريقة سهلة زي المقاطع الماضية، خلينا نوريكم سريع سريع دقيقة. تروح عند أي نادي مثلا مانشستر يونايتد، بعدين تسوي بحث تكتب كي كذا كي اي كي، تنزل تلقى عندك كيس الجولد توديه هذا فريق دنماركي، تروح الصفحة اللي بعدها اللي بعدها شوف تنزل 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 كايوتاكي لا ذا ياباني، عندك مثلا كم شوك يوك بونج هينج هونج كي لا راقص ذا في لعيبة نوديهم من في فريق دقيقة ثاني نروح هذا لاسك، فين اللي راح كيسون جيونغ ذاك لاسك، وبرضه كم جو يو لاسك يوم مين ذا الفريق كم بون مين نوم هم فريق ذا كم سيونغ جون ذا الفريق كم جول هيون ذا الفريق تلزل تلزل كم سيون جيو كم جين جو تي كي سيستو سيزن ماكينة ذاك جيون جوك كم دو هيوك لا كيلو شو بعدين تكتب سون سون ان شاء الله موجود هيونغ مين سون دقيقة خلينا نشوف بعدين تروح الدوري او خلاص كذا دخلنا لعيبة كثيرين حيش تروح الدوري النمساوي النمسا بعدين تروح ذا الفريق لاسك بعدين تفضي فيه اللعيبة العادية لا ذا ياباني دي هنا هذا تشيله تشيل ذا ياباني ذا تشيله تشيل 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 ذا وذا 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 وبرضه هذا وهذا وهذا كمان يعني تشيل لعيبة أغلبهم رجع زي أول يا أخوي إيه وهذا 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 وهنا خلاص شوف الحين فضينا ترجع مرة ثانية تكتب مثلا كيم كيم سونج يوك ووك شوف ذا كيم وين يو تودي لاسك هذا تودي برضه هذا تودي برضه هذا تودي برضه وهذا هذا و برضه نودي ذا الحين تروح تسوي ترجع لا مو ذا الدوري ولا ذا هو اوبن زليق على ما اظن يب كذا وبعدين تروح نادي لاسك
تنزل 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 تنزل. نقول ذا نقول ذا وهذا وهذا وهذا. خلاص حاليا تقريبا سوينا المنتخب الكوري. شوفوا نروح مثلا ايه تعديل الفرق تشكيلات الفريق. نروح النمسا بعدين لاسك بعدين انتم شايفين كيم جونج يونغ هونغ هونغ اللعيبة ذول. ايه دقيقة هدي في المدافعين يا خوي. اغلب المنتخب لعيبة وسط. يلا عدل. فزي ما انتم شايفين تخلوها تخلو تشكيل ثلاثة أربعة ثلاثة. كذا كذا مدافع زين تخرجوا تلعب بتشكيل ثلاثة خمسة اثنين. إيه ثلاثة خمسة اثنين التشكيل مناسبة. خلينا نجيب كذا ونعدل لكم ونرجع.